أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحالي التعاقد مع المهاجم الشاب عبد الرحمن اليامي لمدة 3 سنوات قادما من نادي الحزم. جماهير نادي الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي اختلفت ما بين مؤيد ومعارض للصفقة، فمنهم اللي شايف ان الاتحاد عنده خيارات هجومية متاحة في الخط الهجومي، ومنهم شايف ان اليامي هيكون له مستقبل كبير في هجوم الفريق والمنتخب السعودي. في الفيديو ده هنعرفكم مين هو عبد الرحمن اليامي مهاجم نادي الاتحاد الجديد. عبد الرحمن اليامي لاعب من خريج نادي الهلال وتدرج معاه في مختلف الفئات السنية. اليامي لاعب للزعيم الهلالي والفيحة قبل الانتقال للحزم خلال الموسم الأخير. يمكن مستواه مع الحزم كان أفضل مستوى ظهر به خلال المواسم الأخيرة، رغم أنه ما كانش بيشارك بشكل أساسي إلا أن بصمته كانت واضحة في المباريات اللي شارك فيها. اليامي خلال الموسم الماضي شارك في 9 مباريات، منهم 4 بشكل أساسي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أهداف. صدمة في بداية مشواره. اليامي كان فعلا أهم مهاجم من المنتخب السعودي الشباب في 2016، لكن تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الركبة أخرجه من حسابات نادي الهلال. نرجع للحكاية بالتحديد في نوفمبر 2017، تأكد إصابة اليامي بقطع في الرباط الصليبي بعد ما خرج مصاب في مباراة أولمبي الهلال أمام أولمبي الاتحاد، وده كان ضمن الجولة 9 من الدوري الأولمبي السعودي واللي انتهى بفوز الهلال 3-1. رقم تاريخي في كأس العالم. دخل اليامي لاعب المنتخب السعودي الشاب تاريخ الأخضر بعدما أصبح أول لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة في بطولات كأس العالم على اختلاف الفئات السنية. اليامي قاد المنتخب السعودي الشاب لتحقيق أول فوز له في مونديال الشباب في 2017 اللي أقيم في كوريا الجنوبية، وده كان على حساب المنتخب الإكوادوري في المباراة اللي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف. رأي ياسر القحطاني في عبد الرحمن اليامي. في 2018 تفاعل القحطاني مع رسالة كتبها اليامي على التيشيرت الخاص به خلال مباراة فريقين الفيحاء واحد، وكتب اليامي على تيشيرته: يا جد الألم بغيابك 20. ودي في رسالة إلى افتقاد ياسر القحطاني. القحطاني رد على اليامي وقال: شكرا يا عبد الرحمن، شكرا على مشاعرك ووفائك، وأنا لا أزال أراهن عليك يا بطل، أنت تملك مواصفات المهاجم الفذ، ما عليك إلا مواصلة العطاء والمثابرة في التمارين، وعدم فقدان الأمل. الله يوفقك يا بطل. طريقة لعب عبد الرحمن اليامي. يمكن من خلال متابعة أبرز أهداف وأبرز لقطات عبد الرحمن اليامي نلاحظ أنه يتميز جدا في السرعات في الخط الأمامي والضغط على دفاع الخصوم وحراس المرمى، وده شفناه في أكتر من لقطة. فعلا دي ميزة هتكون مهمة جدا للاتحاد، لانه يضغط بشكل متقدم قدام الفرق اللي بتلعب كورة على الارض. وكمان الميزة اللي لاحظناها هي القوة البدنية والالتحامات، وده اللي بيميزه عن اي مهاجم تاني. ده كان فيديو سريع عن عبد الرحمن اليامي صفقة نادي الاتحاد الجديدة. انتظرونا في فيديوهات جديدة، وما تنسوناش من الدعم باللايك والشير سبسكرايب. سلام.